رئيس الوزراء يتابع حركة الأسواق وأسعار السلع ويؤكد استمرار انخفاض أسعار السلع عقب عيد الفطر. خلال اتصالين مع رئيس وزراء فلسطين ووزيرة خارجية اليابان، شكري يعلن تكثيف مصر جهودها لإنفاذ الهدنة في غزة ويجدد رفضه القيام بعملية في رفح الفلسطينية. ومع تواصل العدوان على غزة لليوم 81 بعد 100 على التوالي، شخصيات إسرائيلية بارزة تتقدم بطلبات التماس للمحكمة العليا لعزل نتنياهو. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الأيام المقبلة عقب عيد الفطر المبارك ستشهد موجة انخفاضات أخرى في الأسعار. جاء ذلك خلال ترأس مدبولي اجتماعا لمتابعة مخرجات اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، حيث أكد مدبولي اهتمامه بعقد الاجتماع بشكل أسبوعي بهدف المتابعة الدورية لحركة الأسواق وأسعار السلع. هذا وتابع مدبولي المستجدات ومسارات التحرك المتخذة من قبل الأمانة الفنية للجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع والأعمال المنفذة فيما يتعلق بتطوير آلية الرصد الميداني للأسعار. وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بالعمل على إتاحة أكبر حجم من الفرص الاستثمارية أمام الشركات والكيانات الأوروبية، والبدء على الفور في التنسيق مع الاتحاد الأوروبي بهدف الترويج لهذه الفرص خاصة في القطاع الصناعي. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مدبولي بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة خطة جذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية إلى مصر، وذلك خلال المرحلة المقبلة، وكذا متابعة الترتيبات اللازمة لعقد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك المقرر عقده نهاية شهر يونيو المقبل. تابع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عددا من ملفات عمل وزارة السياحة والآثار، وخلال الاجتماع أكد مدبولي الأهمية الكبيرة لقطاع السياحة الذي تم وضعه ضمن أجندة الحكومة بهدف تعظيم جودة المنتج السياحي المصري وتشجيع الاستثمارات وجذبها للمشروعات السياحية، لا سيما في ضوء ما تمتلكه مصر من مقومات سياحية فريدة. كما شهد الاجتماع استعراض استراتيجية وزارة السياحة والآثار لتطوير المنتج السياحي بالقاهرة. وتطرق الاجتماع أيضا إلى متابعة موقف التشغيل التجريبي للمتحف المصري الكبير تمهيدا لافتتاحه. كما تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في سبيل تنفيذ توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني فيما يخص التعليم قبل الجامعي. وخلال الاجتماع تمت مناقشة الخطة الاستراتيجية 2024-2029 لتوحيد سياسات التعليم والتوافق مع الاتجاهات العالمية في التعليم، حيث تقدم الخطة مجموعة من السياسات والبرامج لتفعيل مشروع إصلاح التعليم من رياض الأطفال حتى الصف الثالث الثانوي العام والفني، وكذا محو الأمية وتعليم الكبار. تواصل مصر أعمال الإسقاط الجوي اليومي للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة، حيث أقلعت عدد من طائرات النقل العسكرية من مصر والأردن لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي على المناطق المعزولة بشمال القطاع، وذلك بالتعاون مع الدول المشاركة بالتحالف الدولي. استمرارا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لدعم الجهود المبذولة لضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، واصلت القوات الجوية المصرية على مدار يومي 3 و4 من شهر إبريل الجاري
تنفيذ مهام الجسر الجوي الإنساني لإسقاط المساعدات والاحتياجات الأساسية ومواد الإغاثة العاجلة لدعم الأشقاء الفلسطينيين بشمال قطاع غزة، حيث أقلع عدد من طائرات النقل العسكرية المصرية من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي اليومي للمساعدات الإنسانية على المناطق المعزولة بشمال قطاع غزة، وذلك بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة المشاركة بالتحالف الدولي. أقام قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية احتفالية لأسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، تم خلالها توزيع مساعدات عينية لمناسبة شهر رمضان المبارك. في إطار منظومة السياسة العقابية الحديثة التي تطبقها وزارة الداخلية والتي تعتمد في أحد محاورها على دعم ورعاية المفرج عنهم وأسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، أقامت إدارة شرطة الرعاية اللاحقة بقطاع الحماية المجتمعية احتفالية لهم وبحضور النزلاء، عبروا خلالها عن فرحتهم بهذا اللقاء والاحتفاء مع ذويهم بشهر رمضان المبارك. قادر يكون إنسان جديد من حقه فرصة للحياة، هنساعده يبدأ من جديد وبكل حب احنا معاه. سعيدة جدا بالاحتفال النهاردة، اللي أنا كان نفسي أشوف جوزي لأن ما كانش ظروفي تعبانة وما كانش مسامحة لأن أقدر أشوفه، وبنتي سعيدة جدا إن فرحتوني. بشكر وزارة الداخلية والرئيس عبد الفتاح السيسي اللي هو خلانا بس نشارك مناسباتنا مع أهالينا وخلانا نشوفهم بمناسبة شهر رمضان. كل سنة وأنتم طيبين. تم خلال الاحتفالية توزيع مساعدات عينية على أسر النزلاء، وهي مساعدات دورية تقدم لهم في ظل الحرص على متابعتهم في إطار منظومة عقابية إنسانية تطبقها وزارة الداخلية. الحفلة النهاردة كانت جميلة جداً، قدموا لنا الهدايا، قدموا لنا الكراتين الرمضانية لأهالينا. مهتمين باللي بره وبينا كمان ومش مخلينا محتاجين أي حاجة، وربنا يبارك لهم. بشكر وزارة الداخلية اللي هي نظمت الحفلة وخلونا نشوف عيالنا وأهالينا ونشاركهم فرحة رمضان، وكل سنة وانتم طيبين. بشكر وزارة الداخلية على وقفتها معايا في غياب جوزي. تضمنت المساعدات التي قدمتها وزارة الداخلية لهم مستلزمات منزلية وأجهزة كهربائية للمقبلات على الزواج بهدف تخفيف الأعباء عنهم، وهو ما أدى إلى فرحة كبيرة وسط هذه الأسر بهذه اللمسة الإنسانية. وزارة الداخلية سلمتنا النهاردة أجهزة كهربائية علشان جواز بنتي. نشكر سيد الرئيس وبنشكر وزارة الداخلية على اللمسة الإنسانية. وزارة الداخلية فرحتني وفرحت بنتي وفرحتنا كلنا. حابة أشكر الوزارة إن هم قدروا يساعدونا على أجهزة كهربائية، دي مفاجأة تبسطني. كما تضمنت الاحتفالية إجراء الكشف الطبي بالمجان على أسر النزلاء وصرف الأدوية اللازمة لهم في إطار المساهمة في تقديم رعاية لائقة لهم. احنا مش كنا نتوقع أن يحصل معنا كده النهاردة، بصراحة حاجة جميلة جدا. دكاترة عملونا أحسن معاملة وأحسن علاج. شافت مجانا وخدت العلاج وصرفوا لي كرسي. الكراسي ديت نفعتنا نفعتنا نفعتنا، أنا ما كنتش بقدر أمشي، أنا ما بقدرش أمشي ولا بقدر أتحرك، إدانا كرسي اتحركت به. لا تترك وزارة الداخلية مناسبة دون أن تظهر دعمها للمفرج عنهم وأسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، وذلك امتدادا للرعاية المقدمة لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل تنفيذا للأبعاد الإنسانية في السياسة العقابية الحديثة لتوفير البيئة المناسبة لهم لبداية حياة جديدة. هكذا تمتد الرعاية التي تقدمها وزارة الداخلية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل إلى أسر هؤلاء النزلاء وكذا المفرج عنهم في تطبيق للسياسة العقابية الحديثة من أجل الابتعاد بهم عن مسلك الجريمة وتوفير حياة كريمة لهم،
من هنا كان الحرص على توفير مساعدات دورية لهم وتوفير مشروعات صغيرة. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. شدد وزير الخارجية سامح شكري على مواصلة مصر تكثيف تحركاتها لإنفاذ الهدنة في قطاع غزة والحد من المعاناة الإنسانية للفلسطينيين. جاء ذلك خلال المباحثات الهاتفية التي أجراها شكري مع رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد محمد مصطفى، حيث أكد شكري التزام مصر الراسخ تجاه دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وجدد الوزيران التأكيد على حتمية تحقيق الوقف الدائم لإطلاق النار وضمان إنفاذ المساعدات بصورة كاملة ومستدامة، فضلا عن تنسيق الجهود لدعم الاعتراف بالدولة الفلسطينية وإقرار عضويتها الكاملة داخل الأمم المتحدة. بحث وزير الخارجية سامح شكري ونظيرته اليابانية يوكو كاميكاوا تطورات الوضع في قطاع غزة والجهود المشتركة من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار وتسهيل دخول المساعدة الإنسانية. وخلال المباحثات الهاتفية جدد شكري رفض مصر القاطع لأي سيناريوهات تستهدف التهجير القسري لسكان غزة وتصفية القضية الفلسطينية وأي اجتياح بري لمدينة رفح الفلسطينية. هذا وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على أنحاء قطاع غزة لليوم 181 على التوالي، حيث نسفت قوات الاحتلال مربعا سكنيا وعددا من المنازل غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة، كما استهدفت تجمعا للفلسطينيين في منطقة المطاحن جنوب دير البلح وسط قطاع غزة، وشنت غارات على بلدة بيت حانون شمال القطاع. في الأثناء أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية أن قوات الاحتلال ارتكبت 6 مجازر خلال 24 ساعة الماضية، راح ضحيتها 62 شهيدا و91 مصابة، مشيرة إلى ارتفاع عدد ضحايا العدوان إلى 33,037 شهيدا و75,668 مصابة. أفاد موقع كالكاليست الإسرائيلي بأن 28 من رجال الأعمال وقادة الاقتصاد الإسرائيليين قدموا التماسا للمحكمة العليا لعزل نتنياهو. وأوضح موقع كالكاليست أن الملتمسون للمحكمة العليا أكدوا أن نتنياهو غارق في تضارب المصالح بشأن إدارة الحرب، مضيفين أن لنتنياهو مصلحة في إطالة أمد الحرب للتهرب من المحاكمة الجنائية. أبلغ الرئيس جو بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن استمرار الدعم الأمريكي للحرب في غزة يعتمد على الإجراءات الإسرائيلية لحماية المدنيين. وخلال اتصال هاتفي مع نتنياهو حث بايدن إسرائيل على التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وتحسين الوضع الإنساني في غزة. من جانبه شدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على أن واشنطن ستغير من سياساتها حال لم تلمس أي التغييرات التي تحتاج إلى رؤيتها من إسرائيل، داعيا سلطات الاحتلال إلى زيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة. وشدد على ضرورة أن يكون الهجوم الذي شنته قوات الاحتلال على عمال إغاثة قبل أيام هو الأخير من نوعه. انضم 3 قضاة سابقين بالمحكمة العليا إلى أكثر من 600 من المشتغلين بالقانون في بريطانيا، وذلك في مطالبة الحكومة البريطانية بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل. وقال القضاة أن ذلك قد يجعل بلادهم متواطئة في إبادة جماعية بقطاع غزة، وكذلك الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي، معربين عن قلقهم من أن الحكومة البريطانية فقدت بوصلتها فيما يتعلق بضرورة منع الإبادة الجماعية.
يواصل معبر رفح البري فتح أبوابه أمام دخول المساعدات لقطاع غزة بالتزامن مع استقبال مطار العريش لعدد من طائرات المساعدات الدولية تمهيدا لإدخالها إلى أهالي القطاع. المزيد يطلعنا عليه مراسل التلفزيون المصري في العريش محمد عبد الصبور. زملائي في الاستديو ومشاهدي التلفزيون المصري في كل مكان، تحياتي من هنا من العريش. وجهود مصرية مكثفة ومتنوعة في واقع الأمر على أكثر من مسار وطريق دعما للأشقاء الفلسطينيين داخل قطاع غزة. فإذا بدأنا بالمسار البري، اليوم عبر ما يقرب من 238 شاحنة من منفذي كرم أبو سالم والعوجة بمرور 5 شاحنات للإفطار والسحور، وهو يوميا ما يقوم به الهلال الأحمر المصري بتسليم هذه الوجبات للهلال الأحمر الفلسطيني في تمام 3 عصرا لتوزيعها على النازحين داخل الخيام سواء في رفح أو في منطقة غرب خان يونس. أيضا هناك 4 شاحنات للغاز قد مرت اليوم، هذا فيما يتعلق بالمسار البري. أما فيما يتعلق بالمسار الجوي، واليوم بعد عصر اليوم كان هناك عمليات إنزال جوي مصرية في شمال قطاع غزة دعما للأشقاء الفلسطينيين وتلبية للاحتياجات الإنسانية الملحة لهم وتقديم لهم كافة ما يحتاجونه من وجبات إفطار وسحور، بالإضافة لكافة المستلزمات الحياتية التي يحتاجوها سواء في العريش أو في نخل أو في بير العبد أو في أيضا في منطقة الشيخ زويد. إذن الجهود المصرية مستمرة ولا تتوقف على الإطلاق لحظة دعما للأشقاء داخل قطاع غزة. إليكم زملائي في الاستوديو. انطلق موسم حصاد القمح في مزرعة الشهيد محمد أيمن بكير الثانوية الزراعية بمحافظة شمال سيناء، وخلال عملية الحصاد التي شهدها محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة، تم التأكيد على أن المحافظة تشهد طفرة تنموية غير مسبوقة في شتى القطاعات خاصة قطاع الزراعة، حيث توفر محطة معالجة مياه بحر البقر 5,600,000 متر مكعب من المياه تكفي لزراعة 456,000 فدان بوسط سيناء، مع توافر مياه ترعة السلام التي تروي 275,000 فدان أخرى. وقعت مؤسسة حياة كريمة بروتوكول تعاون مع المجلس القومي للأمومة والطفولة، ذلك من أجل دعم وتعزيز حقوق الطفل بما يتفق مع رؤية مصر 2030. يهدف البروتوكول إلى توفير بيئة مناسبة لنمو الأطفال نموا صحيحا سليما، والعمل على حماية الطفل من كافة أشكال العنف والإساءة والاستغلال وإنفاذ حقه في مأوى آمن. في إطار الدور المجتمعي المتنامي لمؤسسة حياة كريمة، وقعت المؤسسة بروتوكول تعاون مع المجلس القومي للأمومة والطفولة من أجل تمكين المرأة. بروتوكول التعاون ده هيكون خطوة مهمة جدا في ما بين المؤسسة والمجلس، إن احنا هنقدر نشتغل على حماية حقوق الطفل في كل محافظات الجمهورية، والتعاون ده هيكون ما بين الحكومة والمجتمع المدني من خلال إن احنا هنكون موجودين. مؤسسة حياة كريمة ليها تواجد على الأرض في كل محافظات الجمهورية، فهنقدر نشتغل على حماية حقوق الطفل من العنف ومن الإساءة والاستغلال الجنسي والهجرة غير الشرعية وكل أشكال العنف اللي بيتعرض ليها الأطفال في مختلف محافظات الجمهورية. شراكة مع مؤسسة حياة كريمة بتوصلنا إن احنا نقدر نمأسس أو نتعاون بين الحكومة والمجتمع المدني للوصول للفئات المستهدفة. المجتمع المدني دوره إن هو الأداة اللي بتشتغل على الأرض، اللي بتقدر توصل للقرى والنجوع وتنفذ مبادرات وبرامج الحكومة. من غير الشراكة الجميلة دي أو الشراكة الجميلة دي بتقدر توصلنا فعلا إن احنا ننفذ ما نتمناه اللي بنحلم بيه للاستثمار في الإنسان بدءا من الطفل، لأن هو ده زي ما قلنا مصر بكرة في الجمهورية الجديدة. البروتوكول تضمن سبل مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وإيجاد فرص عمل ملائمة للمرأة في ضوء الاستفادة من القاعدة الجماهيرية المنتشرة في كل ربوع مصر لمبادرة حياة كريمة. بنستغل
نجاح مؤسسة حياة كريمة وانتشارها الجغرافي ومصداقيتها أمام الأسر وأفراد المجتمع من خلال 27 مكتب، من خلال 45 ألف متطوع، إن احنا نعزز الجهود مع المجلس القومي للطفولة الأمومة ونقول هنمكن الأسرة المصرية من خلال تمكين الطفل اللي في خطر أو الطفل اللي على حد الخطر. والطفل على فكرة مكون كبير جدا في مجتمعنا، يعني احنا بنتكلم على 35% من حجم السكان. فلو احنا ما بقدناش الوعي المجتمعي، ما بقدناش منظومة التمكين الاجتماعي والاقتصادي من خلال دعم الطفل، احنا ممكن نخسر كتير قوي. جهود دؤوبة لحياة كريمة تتنامى يوما بعد يوم في كافة مناحي الحياة المجتمعية في مصر لتقدم كل ما يليق بالمصريين رجالا ونساء وأطفالا ليحيوا دائما وأبدا حياة كريمة تليق بهم. تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، كرمت مؤسسة نبيل الكاتب 1500 متسابقا من حفظة القرآن الكريم بمحافظة البحيرة. تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، كرمت مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع 1500 متسابق من حفظة القرآن الكريم من أبناء مركز كفر الدوار بالبحيرة. النهاردة في فعالية تكريم حفظة القرآن، وده بيبقى تقليد سنوي لينا بفضل الله، نحن بنحرص ان دايما نكرم أبنائنا من حفظة القرآن. النهاردة احنا بنكرم فوق 1500 طالب، بداية من حفظة القرآن كاملا أو نصف القرآن أو الثلاث أرباع أو رابع، وده طبعا من ضمن الفعاليات اللي بترعاها مؤسسة الكاتب تحت مظلة التحالف الوطني. أنا سعيد جدا أن أنا موجود النهاردة في تكريم حملة القرآن الكريم، وأحب أتوجه بخالص الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه واهتمامه بحملة كتاب الله عز وجل، وأتوجه بخالص الشكر أيضا لمؤسسة نبيل الكاتب الخيرية والتحالف الوطني على اهتمامهم ودعمهم للقرآن الكريم. وأنا شايف صراحة أن الأطفال في قمة السعادة والانبساط النهاردة، إحنا من السنة الرابعة للتكريم حملة القرآن الكريم، وأكثر من 1100 مشترك في المسابقة معانا السنة دي، ودي السنة الرابعة، فده حاجة جميلة وحاجة مشرفة جدا. النهاردة احنا بنقوم بتكريم 1500 طالب من حافظ القرآن الكريم في مركز كفر الدوار. النهاردة فاعلية من ضمن الفعاليات كتيرة بنقوم بها المؤسسة ضمن برنامج التحالف الوطني، من ضمن مبادرات تانية. والنهاردة هنقوم بتوزيع جوائز مالية وعينية على المتسابقين، وبنكرم النهاردة حافظ القرآن الكريم زي ما حضرتك شايف كده، ودول الشباب الصغير دول ثمرة المجتمع ووقود المجتمع، وكل سنة صحتكم طيبين ونورتوا وشرفتوا. اسمي هاجر محمود سعيد، حافظة ثلاث أرباع القرآن مع الشيخ مبارك، وحب أشكره جدا، وحب أشكر التحالف الوطني، وأشكر رئيس الجمهورية ومؤسسة نبيل الكاتب الخيري على اهتمام حفظ القرآن الكريم. أنا اسمي حبيبة عصام محمود، حافظة 24 جزء، وسعيدة جدا بالتكريم الجميل ده، وبنشكر مؤسسة نبيل الكاتب تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وبنشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه بحفظة القرآن الكريم. اسمي مريم أحمد مبارك، حافظة 28 جزء. الحقيقة أن أنا سعيدة جدا بوجودي هنا ضمن 1500 شخص، وأحب أشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه لنا، وأشكر مؤسسة نبيل الكاتب لدعمها لنا برضو، وأشكر التحالف الوطني. أنا اسمي ندى إبراهيم صلاح، حافظة 15 جزء. أحب أشكر مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية للعمل التنموي، وأحب أشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه الكبير لنا المؤسسة وحافظة القرآن الكريم. وأنا سعيدة جدا بالتكريم والحاجات كده، بقى لنا 4 سنين من المسابقة، والتكريم ما شاء الله عليه جميل، وصحابنا سعيدين بيه. تشجيع حفظة القرآن الكريم هو جزء من جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لنشر قيم التنافس الإيجابي والتسامح ووسطية الدين بين الناس، بما يسهم في دعم المنظومة الأخلاقية للمجتمع وبناء الأسرة المصرية الناجحة. نظمت مؤسسة أبو هاشيمة الخير
احتفالية بيوم اليتيم تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. شارك في الاحتفالية عدد من الأطفال، وصل عددهم إلى 100 طفل من دور الأيتام بمحافظة بني سويف. طبعا انت عارف احنا تحت مظلة التحالف الوطني اللي انا دايما ممتن ان احنا انضمنا اليه، بيبقى فيه دايما مساعدات في حاجات كتير قوي، زي ما انا دايما بقول زي البيانات. يعني مثلا على سبيل المثال لو احنا بنتكلم على ايتام بيزيد عددهم او الداتا بتاعتهم او حياتهم في ايه المشاكل اللي عندهم. طبعا التحالف ساعدنا جامد جدا في اكتساب البيانات دي، وطبعا ده واجب علينا وما نستحقش عليه الشكر، خاصه كمان ان احنا في شهر رمضان الكريم ودول اولادنا، واتمنى ان احنا نقضي معاهم يوم جميل يعني ان شاء الله. دي تاني سنه على التوالي ان يوم اليتيم يجي في شهر رمضان الكريم، فبيبقى الخير في اتنين مضروب في اتنين زي ما بيقولوا. الحمد لله احنا جايبين النهارده حاجه مختلفه، جايبين 100 طفل من بني سويف نحتفل بيهم هنا في القاهره في احد ملاهي الاطفال للالعاب، وفكره جديده جايين نقضي معاهم طول اليوم ان شاء الله، نلعب في الملاهي وبعد الفطار ان شاء الله قبل ما يسافروا هنوزع عليهم لبس العيد بمناسبه عيد الفطر، يعني كل سنه وانتم طيبين، وطبعا لعب الاطفال ونوزع عليهم حاجه العيد. يعني احنا النهارده عاملين يعني شكل مختلف للاحتفال بيوم اليتيم، عندنا مجموعه من الاطفال الايتام في احدى مدن الملاهي، عندنا برنامج بيبدا بجزء من الالعاب في مدينة الملاهي، ثم بعد كده هيكون في توزيع لملابس العيد. طبعا زي ما حضرتك عارفة احنا داخلين على عيد الفطر المبارك، كل سنة والشعب المصري والأمة العربية بخير. بعد كده هيكون في توزيع للألعاب، بعد كده هيكون في إفطار مع الأطفال، بعد كده هنستكمل البرنامج الترفيهي باللعب في الملاهي. طبعا احنا فكرة الأطفال الأيتام، احنا في مؤسسة أبو هشيمة الخير وتحت مظلة التحالف عندنا أولوية للاهتمام بالأطفال الأيتام على مدار السنة، ولكن النهاردة يوم مختلف ويوم مميز للاحتفال بيوم اليتيم. السنة دي عاملين حاجة مختلفة، ده احنا جايبين الأطفال في مدينة الملاهي علشان يلعبوا ويفرحوا ويتبسطوا، وبعد كده بنوزع عليهم لبس العيد وعاملين إفطار جماعي. أهم حاجة إن احنا هم يلعبوا ويتبسطوا وإحنا معاهم عشان يحسوا دايما بالاندماج في المجتمع ويبقوا دايما يعني جزء لا يتجزأ منه، فرحتهم أهم حاجة عندنا. سلمت مؤسسة صناع الخير للتنمية مساعدات مالية لنحو 25 عروسا من الأسر الأولى بالرعاية بقرى ومراكز محافظة الغربية. يأتي ذلك ضمن مبادرة فرحة التي أطلقتها صناع الخير لدعم زواج الفتيات المقبلات على الزواج من الشرائح الأولى بالرعاية. في إطار التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تتواصل مبادرة فرحة عبر تقديم مؤسسة صناع الخير لتنمية مساعدات مالية ل 25 عروسا يتيمة من الأسر الأولى بالرعاية من قرى ومراكز الغربية المختلفة. شغالين سنويا في محافظة الغربية، كل سنة بنعمل برنامج زي نفس الوضع اللي حضرتك شفته النهارده، بيبقى في عدد من العرايس بنسلمهم بعض يعني الشيكات عن طريق المحافظة، عن طريق الجهات التنفيذية بالمحافظة مع المسؤولين، والإدارة صناع الخير بتبقى موجودة هنا، بنفرح البنات واللي ناقصها مثلا أجهزة في أجهزتها زي أجهزة كهربائية ما جابتهاش، سجاد، أي شيء تاني، حاجات زي كده مش عارف أجيبهم، إحنا بنساعدهم وبنديهم مبالغ كويسة جدا. مبادرة فرحة التي أطلقتها مؤسسة صناع الخير تهدف إلى إدخال الفرحة على الأسر غير القادرة من خلال دعم زواج فتياتها المقبلات على الزواج. احنا في مبادرة فرحة بنساعد 25 بنت على ان هم يتجوزوا ويفرحوا، وقدمنا لهم فرحة كبيرة ومبسوطين قوي جدا ان احنا شفنا الفرحة على وشهم، وشكرا صناع الخير. المبادرة يتم تنفيذها في محافظة الغربية في إطار بروتوكول التعاون المشترك الموقع بين المحافظة وصناع الخير لدعم الشرائح الأولى بالرعاية.
وعن حالة الطقس مشاهدينا، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، لطيف ليلا على أغلب الأنحاء. فيما يلي مشاهدينا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية وبعض العواصم العربية والعالمية. نتابع. Thank you.
بخذ له 3000 او 4000 دولار بس كافيه في روسيا وهو على بلده وبوك التعويض الكامل بنفعوا له جد سنتو اجان وتمام كل اخر الشيء. طيب انا في جد عارف الماستنج لما فتحنا جد الماستنج زي ما الشيخ شريف كان يسلم على كل أخبار التاسعة إليكم تذكرة بالعناوين. رئيس الوزراء يتابع حركة الأسواق وأسعار السلع ويؤكد استمرار انخفاض أسعار السلع عقب عيد الفطر. خلال اتصالين مع رئيس وزراء فلسطين ووزيرة خارجية اليابان، شكري يعلن تكثيف مصر جهودها لإنفاذ الهدنة في غزة ويجدد رفضه القيام بعملية في رفح الفلسطينية. مع تواصل العدوان على غزة لليوم 81 بعد المئة على التوالي، شخصيات إسرائيلية بارزة تتقدم بطلبات التماس للمحكمة العليا لعزل نتنياهو. انتهت نشرة التاسعة، لكن هواء التاسعة ما زال مستمرا مع شفكي المنيري. مساء الخير. مساء الخير يا سارة، مساء الخير يا رجائي، ويا رب خلاص أواخر الشهر الكريم. صحيح. وأخباركم إيه؟ الأجازات ولا شيفتات؟ شيفتات طبعاً. ده كلام يعني شيفتات طبعاً. ده حقيقي. بس لسه يمكن كنا بنتكلم إنه يعني رمضان خلص بسرعة. أوي. والشغل في رمضان بيبقى لطيف جداً الحقيقة. أكيد. بالمقارنة بالأيام العادية. أكيد. بص يا سارة، هو شهر جميل بيجري، واحنا بنبقى يعني اكتر شهر في السنه احنا اللي بنبقى عايزينه يستنى يستنى يستنى. صحيح. لكن هو من جماله بيجري حقيقي جدا. صح. كل سنه وانتي بالف خير. وانتي طيبه يا ساره، وانت طيب يا رجائي، واتمنى لكم كل التوفيق. كل سنه وانتم طيبين. اذا طيب لما تقابلناش قبل العيد. ولكل صناع نشره التاسعه مشاهدينا الكرام، اسمحوا لنا الان نبدا التاسعه. تفضل.